مساء الخير جمهورنا الرياضي الكريم، مرحبا بكم في موعدكم الرياضي على قناتكم الحياة تي في والخاص بالألعاب الأولمبية. لم يبقى الكثير عن نهاية الحدث العالمي والنخبة الوطنية تسير نحو العودة خلية الوفاض من طوكيو. أولا وقبل كل شيء نشكر كل الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية. في حصة اليوم لن نبحث عن كبشية الفداء، سواء رياضي مسؤول أو مدرب، سنحاول التحليل والنقاش للنهوض بالرياضة الجزائرية والإفادة المشاهد الكريم. وأسعد باستضافة اليوم مبارزة المنتخب الوطني وأصغر مشاركة في الوفد الجزائري بطوكيو كوثر محمد بالكبير. مساء الخير. مساء الخير، نشكركم على الاستضافة تاعكم ويشرفني نكون مع الحضور. شكرا. ذيك لا جورار راح لك شويه صواني ني بين وبين. اوكي. ارحب ايضا بمدرب المنتخب الوطني لالعاب القوى سيد ماهور باشا. مساء الخير. اهلا وسهلا وشكرا للاستضافه. العفو. واسعد ايضا باستضافه المحلل الرياضي والنقد الرياضي مصطفى معزوزي، مرحبا بك. شكرا للدعوه الاخ سفيان، ومرحبا بالضيوف تاعك والتحيه للجمهور الرياضي. تحية مجددا. نعم، وأرحب أيضا بالمدير الرياضي والتقني للمنتخب الوطني لمبارزة بلال هادي. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. العفو. قبل أن نناقش ونحلل في أسباب الإخفاق الذي حدث في طوكيو، نبدأ مع كوثر محمد بالكبير التي تعرضت لتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارتها في الألعاب الأولمبية في الدور الأول أمام الصينية. أظن كانت النتيجة ثقيلة نوعا ما، 15-1، لكن كيف عشتي هذا الأمر كوثر؟ يعني في المقابلة تاعي تلقيت شوية صعوبات، كنت نقص في الخبرة، يعني كانت فوقني في النيفو، يعني ما نكذبوش كانت نيفو تاعها شوية عالية تاعي. كان عندي شويه ان بلوكاج، جافي ان مونك تاع اونترينمون، هذا لو بلوكاج يتنحى مع لي كومبيتيسيون مع لي كومبو. حنا على بالكم في المبارزه لازمنا بزاف نتلاقاو مع لي زادفيرسير، لازمنا نديرو بزاف مقابلات باش نولفو الريتم تاع المنافسات. كان عندي هذا لو مونك، كان على جال كورونا، كان تدبيرات في التدريبات، هذا اللي خلاني يعني نكون شويه. نعم. وعندنا الصور تاع المباراة تاع لاسو اللي واجهتي فيه المبارزة الصينية اللي كانت تفوقك خبرة وسنا أيضا، هي 26 سنة وأنت نذكر أنك عندك 17 سنة فقط وكنت أصغر مشاركة مع وفد المنتخب الوطني. انتقدوك في مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، ما هي الرسالة يعني، ما هي الرد ديالك لمن انتقدك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني كاين عباد تشوف يقول لك رحتوا بالمعرفه ولا رحتوا حواسين، ولا باش تقول لي رحتي بالمعرفه وكان تشوف تعرف ام سبور تاعي وكان قبل الالعاب الاولمبيه تقول له مبارزه يقول لك تمسخروا شنو هذا السبورت، لبسوا عفسه بيضاء وضربوا هكذايا. بصح وكان نخسر هو الاول اللي كريتيكيني، هو اللي يهضر يقول لك تكاليشيتي معرفه، ما على باش بلي تاهلت قبل شهر، بلي ما كنتش في الفريق اللي حي كونسيرني بالكاليفيكاسيون. رحت لافاي، كان معايا مدافعني هو اللي رافقني يعني على بالو. يعني كانت شويه صعيبه ماشي سهله، ويعني نقول لهم بلي انا راح نكمل التدريبه تاعي، يعني هذه شغل عائق صغير كل رياضي يجوز عليها، حاجه نورمال. يعني نكمل التدريبه تاعي نحسن ان شاء الله المره الجايه يكونوا نتائج افضل باش نتفادى هذا. نعم. بلال، في الالعاب الاولمبيه يعني السومي تاع الفوتبول بلوتو لو سبور في العالم، المبارزه الجزائريه كانت ناقصتها خبره هذه المره، ولو انه اربع مبارزين كانوا متواجدين كلهم يعني شبان وعندهم مستقبل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، باش نبدا نحكي على المبارزه محمد بالكبير كوثر. هي يكون عندها يعني الفضل اللي شاركت في هذه الالعاب الاولمبيه في السن 17 سنة، الناس كاين اللي يقول لك أنا نشوفوا أبطال 18 سنة 14 سنة. في المبارزة ما كانش بطل أولمبي أو واحد ربح ميدالية أولمبية عنده تحت 25 سنة، كل رياضة عندها خاصية تاعنا. حنا المبارزة هي رياضة تاع دي جون مور، اسمها لازم لك خبرة كبيرة باش تقدر تنافس على الميدالية الأولمبية. وهي يكفيها فخر كانت بين 36 مبارز أحسن مبارز في العالم في الاختصاص ديالها، اسمها الحقناوين. حنا باللاعب من الأواسط
نلحقوا نكونوا بين 36. هي بين 36 مبارز، راهي كاين الاف وعشرات الالاف مبارز بالاختصاص ديالها في العالم، هي لحقت وين تكون بين 36. وحنا بامكانيات بسيطه، امكانيات جد بسيطه. حنا باش نكون معك صريح، حنا التاهل الاولمبياد يعود انجاز كبير. علاه يعود انجاز كبير؟ لان الناس تشوف الاولمبياد، الاولمبياد هذاك النهار. لكن هي المشكل وين راه؟ كيفاه بلد كجزائر، ما انا اكبر بلد في افريقيا واكبر بلد في الوطن العربي، ناهلوا 44 واحد. التاهل ماهوش كيما بكري تاهل سهل، تاهل الاولمبياد ولا تاهل صعيب. اسمع، باش تكون باش تاهل الاولمبياد في المبارزه لازم تكون بين احسن 16 في العالم، هذه الكريتير الاولى. كريتير دوزيام لازم تكون بين 8 احسن فرق في العالم في الفرق، وكريتير ترويزيام لازم تكون انت الاول في الكونتينون تاعك. كيما حنا كوترب الكبير كانت هي الاولى في الكونتينون افريقيا في بطوله مخصصه للتاهل الاولمبياد. وزيد على ذلك ما كانتش معنيه، نحكوا على افريل، ما كانتش معنيه بالالعاب الاولمبيه. كان وقع لنا هذاك المشكل وين اللعيبه اللي كانت معنيه طاحت بوزيتيف كوفيد، غيرناها بكوتر وتاهلت. يعني حتى بسيكولوجيكيا ما كانتش محضره لهاد الالعاب الاولمبيه. حتى يعني التنقل الى طوكيو كان شاق ومتعب كثيرا. مصطفى معجوزي 48 ساعه عبر الطائره، راحوا على بونكوك ثم دوحة مع لو ديكالاج اورار. يعني من الصعب انه الرياضي يعني ما حتى لو كان حضر، يعني التحضيرات كانت راح تروح في هذاك لو فواياج. من بين العوامل وي انا نسال يعني كجزائري ولا غير، انا ما فهمتش علاش السلطات العموميه ما عطاتش قيمه للوفد الجزائري المشارك في اولمبياد تاع طوكيو. كنا نشوفوا الفريق الوطني تاع كره القدم مي يلعبوا ماتش اميكال، يجوزوا في صالون دونور ويروحوا افيون سبيسيال. هادو مساكن شفناه، انت اللي وريت لي لي زيماج لا ديرنيير فوا، شفناهم مساكن في مع في يديروا لاشين في لاباف الوك نورمالمون يمثلوا الجزائر العالم الوطني. ما كاش كوثر، ما كاش معزوزي، ما كاش سفيان، كاين الجزائر مصطفى لي زوفيسيال راحوا فول على ايطاليا. انا ما فهمتش انا اشكو الجزائر ياك الجزائر ما عندهاش امكانيات باش ديهم افيون سبيسيال باش تنحي لهم مشقه السفر. قعدوا 12 ساعه في بانكوك ما كلاو حتى حاجه، خلوهم للجوع. اسك سي نورمال؟ ديجا هنا سيتي ان سين باللي كما رايحين الاخفاق. نعم، يسمع لي راي سيد ماهور باشا، هل لي زاتليت يعني سو سون اونطريني سوفيزامون يعني قبل الالعاب الاولمبيه؟ ألعب قوة ولا رياضيين ككل؟ أون جينيرال مانيش عارف. دونك شاك كل مدرب ولا كل اختصاص يتكلم على الرياضة تاعو. ألعب قوة العدائين تاعنا عموميين دربوا كما ينبغي، ماهيش كما كانوا حابين، لكن سي دي بروفيسيونيل، ماهيش كما كوثر راهي جاي للدنيا صغيرة تو انا شويه ايزون ديكسبيرونس، مام حتى الدوله ما تطول باش تعطيهم الاعانه، يسبرون شارج بوحدهم سكي زون دي سبونسور، عندهم شويه امكانيات. مي سي رانا نشوف، لكن اذا قارنا مع الدول الصين المانيا فرنسا وحتى الدول المجاوره تاعنا، يعني نقدر نعمل اكثر. حنا وصلنا نطلبوا، ما نطلبوش باش تعطيونا امكانيات كيما المانيا ولا كيما امريكا، انا نطلبوا باش تعطيونا الامكانيات اللي كانت عندنا في التسعينات. نعم. تدير فقط نرجعوا كيما في التسعينات ولا 95 ولا 2000، وين كانوا عندنا امكانيات، كانت سياسه وكان مسؤولين بمعنى الكلمه، مسؤول بمعنى الكلمه، مش الان كل واحد متهرب من المسؤوليه تاعو. قبل الالعاب الاولمبيه متهربين على المسؤوليه تاعهم، وبعد الالعاب الاولمبيه متهربين على المسؤوليه. هذا هو المشكل، لازم لنا مسؤول كما يقولوا بالفرنسيه افيك ان غران ام. نعم، لكن ربما يقال انه العاب القوى هي اتحاديه عندها يعني عندها امكانيات مقارنه باتحاديات الاخرى. لا اكيد فيه خمسه ولا ست اتحاديات اللي كانوا مضاو عقد مع الوزاره وين قالوا بلي راح نجيبوا ميداليات في اتحاديات. نعم. ولازم نجيبوا هذاك المسؤولين اللي مضاو، لان يقول لك ما كانش مسؤول. نعم. الاخرين راحوا واللي جاوا راهم جدد وما كان حتى مسؤول. نعم. سيد علي خالدي راح وجا وزير جديد وفيه مدير رياضه جديد، لا فيه مسؤولين مضاو عقد مع الدوله الجزائريه قال اعطونا الملايير ونجيب لكم ميداليات. اتحاد تاع لاليوت المصارعه. نعم. تاع بوكس تاع لعب القوه فيه أربعة ولا خمسة، لازم هذا المسؤولين يجي يتحاسبوا. لازم يتحاسبوا، يعني احنا عارفين باللي مش راح يتحاسبوا.
انا ثاني اسمح لي تفضل مصطفى. انا جو با كومبروندر هذه كيفاش تسني مع الدوله باش تجيب سي تان كونطرا بروغرام يسمى سي تان كونطرا بروغرام يشوفوا تقرير فقط متر الكوتو. لا لا هذا سي تان كونطرا بروغرام ديال دي فيدراسيون لي سكريم ما صافي ولا ما تجيبليش لي ميداي ما نعطيكش. لا لا اسمح لي سي تان ما نعطيكش لي موي بور بريبار. لا لا خليني نفهمك خليني نفهم كانطرون ان كونطرا بروغرام سي لي فيدراسيون كي يجيبوا الهدف كل اربع سنوات عندهم هدف ولا كل سنتين. لي سكريم ما جابوش كوم اوبجيكتيف نجيبوا ميداي في اتحاديات قال لك حنا كان تعطيونا هذه الامكانيات نجيبوا فيها دي ميداي. المصارعه مثلا داو ابري 20 فوا ولا 30 فوا اكثر من الايسكريم البيدجي يعني داو. الان نشوفوا اخفاق يعني كامل تام ولهذا يعني فيه مسؤولين لازم تكون فيه محاسبه. انا شخصيا مع التجربه تاعي تاع 40 سنه ماهيش راح تكون فيه محاسبه. واذا راح تكون محاسبه راح نزوجوا ثلاثه مساكين ما عندهم حتى مسؤوليه هما اللي راح يقطعوا لهم لسانهم وراح نكملوا ان شاء الله. راني غاد في كلامي. نعم نتوقف فقط عند تقرير الذي اعده زميل نجيب حريتي الذي لخص المشاركه الجزائريه في الالعاب الاولمبيه بطوكيو. نتابع التقرير ثم نعود. جاءت النتائج المخيبة للمشاركة الجزائرية في أولمبياد طوكيو 2020 لتكشف أن الرياضة الجزائرية ليست في أحسن أحوالها وأن جسدها لا يزال يعاني من تبعات وأخطاء الماضي التي لم تستفد منها إطلاقاً. الكل شاهد على المستوى الرديء الذي وصلت إليه الرياضة الجزائرية سواء في الرياضة الجماعية التي أصبحت عاجزة عن تمثيل بلد بحجم قارة في مختلف المحافل الدولية وفي مختلف المجالات باستثناء منتخب كرة القدم الذي عرف بالماضي وأشباله كيف ينهضون به ويقودونه لبر الأمان. أو على مستوى الرياضات الفردية التي لا يلام فيها الرياضيين الذين أكدوا أنهم يعانون من كل الجوانب. يجو غير أنها تكون ميداي كما يقول لك الشجرة التي تغطي الغابة تكون ميداي واحدة ولا زود يجو قاع بالكساتهم ويجو يبينوا في رواحهم ويضحكوا قاع والجزائر فيها رجال وما زلنا وما زلنا وما زلنا. هي بريباراسيون كوميتي اولمبيك جامي كانت عندها يد في البريباراسيون تاع الاتليت. اللهم بالك الوزارة كانت دعم عبر الوساطة وهذا الشيء ما يكفيش. إخفاق وفشل قد يرجعه البعض لقلة التحضيرات والبعض الآخر يربطه بفيروس كورونا الذي ضرب العالم، إلى أن المسؤولين السابقين على القطاع وفي معظم خرجاتهم الإعلامية كانوا يختبئون وراء تفوق مجهري لبعض الرياضات مما جعلهم ينسون السقطة الكبيرة والمتتالية للرياضة الجزائرية. قطاع الرياضة أصبح يعاني أكثر من أي وقت مضى والدولة مطالبة بالتدخل والضرب بيد من حديد وإيقاف سياسة البريكولاج التي نخرت جسد الرياضة الجزائرية، كما ستكون مطالبة بوضع بنية تحتية بمقاييس عالمية واستحداث قانون الرياضي المحترف من أجل تحسين المستوى المعيشي للرياضيين. فدرس طوكيو 2020 يجب أن يحفظ جيدا لأن الأولمبياد لا يجب أن يرفع بشيء شعار المشاركة من أجل المشاركة. إذن تابعنا الفيتيار مصطفى معزوزي، هل بالإمكان أن نعتبر هذه المشاركة الأسوأ في تاريخ الألعاب الأولمبية مع العلم أنه الجزائر شاركت في 14 مرة؟ الأسوأ بتاتر وي بارابور على كونجونكتور نقدر نقول بلك أسوأ مشاركة من حيث نتائج جبنا مازال على كل حال مازال ما خلصوش لي جيون اولمبيك اون بو با دير بلي من حيث سوء التنظيم ايضا مصطفى صح من حيث سوء التنظيم كانت هناك لا لا من حيث سوء التنظيم هذه وحده كاين دي ريسبونسابيليتي ديريكت كاين دي ريسبونسابيليتي انديريكت. انا بار اكزومبل لي زاتليت نعطي لهم لي سيركونستانس اتينيونت ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas travaillé. على بالك حنا المسؤولين تاعنا المسؤولين الرياضيين ما عندهمش دي بروجيكسيون ما عندهمش رؤى على المدى البعيد اون جير او جور لو جور. شوف وصرا في لي جو هادو انا اليوم نتاسف بداو الحملات باش كما يقولوا لي دان دون دو لا فارس. انا تبعت بعض الرياضيين السابقين بعض المحللين في لي بلاطو غاضني شويه الحال باسكو ايزون تروفي لو كوبابل سيدي ماسواكري ولا غير انا ولا غير نتعجب
هنا في الجزائر نحبوا نكريتيكيو السردين ما نكريتيكيوش لابالين. انا اليوم نقدر من هو المسؤول مصطفى؟ المسؤول الاول ديجا نقدر المسؤول المباشر هو الوزير السابق سيد علي خالدي باسكو ان با اوتوريزي لا ريبريز دي كومبيتيسيون بارابور الفوتبول. قلنا هذا العديد من المرات كيفاش الفوتبول سي سبور دو كونتاكت اللي زو اوتوريزي الوك لي ديسيبلين لي على بالهم في الوزاره لي ترسها خالد على باله بلي كاين دي جو اولمبيك اي فالي تروفي دي سوليسيون باش اون ماتير دو بريباراسيون اون ماتير دو كومبيتيسيون. مصطفى غلق القاعات 9 أشهر يعني كانت جريمه في حق الرياضيين. بلال راهو ديتيان يقدر يتيمواني قبل الالعاب الاولمبيه لقيتو بزاف صعوبات. يعني احنا لقينا صعوبات عندنا هذه عام ونص هذه على كل حال. احنا عندنا قاعه واحده اللي يمارسوا فيها المبارزه الفريق الوطني هذو ما عندهم قاعه واحده هي تعب العكنون. يعني احنا نهار لحقنا الخبر لحقنا كالسائقه غلق القاعات لانه ما صح كان فيه كوفيد وكان فيه كورونا ما كناش نعرفوه الفيروس هذا كيف نتعاملوا معاه. لكن احنا ما كنا قلنا شهر شهرين نلقاو لها الحلول. حتى الامر ولا اكثر من 10 ولا سنه ومن بعد كيف فتحت القاعات اسمع لازم عندك بروتوكول صحي ما تفوت ساعتين في القاعه. ساعتين في القاعه الناس يتعمل مسكيلاسيون في الحومه اكثر من ساعتين. ساعتين انت اللاعب وطني حمت الجزائر ملعب اولمبيه من المستحيل. حتى باش تعود التدريبات بالمنافسات ما كاش منافسات. نعم اسمع حتى المنافسات بمنوعة ما كاش بطولات كما كان تكلم الاخ مازن قال لك كره القدم رجعت هي رياضه المبارزه حكى لها الرياضه تاعي رياضه المبارزه ماشي سبورت كونتاكت. كنا كهب نقعدوا في طابله نديروا بروتوكول صحي تعاودت المنافسات. نعم. هذا الشيء ما كانش والوقت ما الوقت يدوز بسرعه ويكون يخلص على الرياضي في الاخر. نعم سيد ماهر باشا هل المشكل يعني في المنظومه الرياضيه يعني؟ اكيد يعني اكيد هي استدل هذه طوكيو 2020 انا شخصيا عايشها شغل سيول 1988 كنت شاركت كمدرب الالعاب الاولمبيه صفر ميداليه ذهبيه صفر برونزيه وصفر فضيه. لكن بعد رجوعنا من سيول صار شغل زلزال. انا ذاك كان وزير بلاح الله يرحمه صرا شغل زلزال دو 88 نهضر على العاب القوى اون 88 كل شيء تبدل سيتادير شغل دزنا من بلاد لبلاد. لهذا 4 سنوات من بعد 3 سنوات من بعد بطوله العالم في طوكيو ثم العاب الاولمبيه في برشلونه فزنا بميداليه ذهبيه وميداليه برونزيه. هل تتوقع نفس السيناريو الان يعني بعد العوده من طوكيو هل سيحدث تغيير وتنظيف شامل؟ ان شاء الله يكون تغيير. لكن نتوقف عند تصريح توفيق مخلوفي في 2016 عندما دق ناقوس الخطر ويبدو انه عاد عشنا نفس السيناريو. نتابع تصريح مخلوفي ثم نعود. والانجاز هذا فقط تاع ميداليتين هذا ما حققتهم الان. لحق الشعب الجزائري كله يفرح كل مسلمين كل العرب الا المسؤولين عن الرياضه في الدوله الجزائريه لانهم خيبوا ظن الشعب الجزائري خيبوا ظن الحكومه الجزائريه لانه كما قلت تقدموا لهم مسؤوليه وما قاموش بالواجب تلاعبوا خرقوا العراقيل كانهم قاعدين يلعبوا مع قاعدين كيف نقول احنا ماهمش قاعدين يعني المبتغى تاعهم ماهمش حابين يطوروا الرياضه الجزائريه ولا يصنعوا انجازات ولا ينوضوا بالرياضه الجزائريه. معزوزي من كان يعني بكلامه توفيق مخلوفي انذاك في 2016 يبدو انه الشخص اللي كان يعني هو معروف يعني ربما كان المدرب ديالو انذاك. ما نوليوش الباسي انا مخلوفي انا ديجا نوزا شوكي نهضروا الحقائق درك نهضروا الحقائق خلانا حتى لا ديرنيير مينوت اي فالي با يخلينا حتى لا ديرنيير مينوت باسكو كان امل باش حفظ ماء الوجه كما يقول. هذه وحده. دوزيامون واش هو يقول درك التصريح تاع 2016 انا واش يهمني درك انا جا وزير جديد تحت الجائحه سي فري كو سيتي ديفيسيل مي انا للان ما فهمتش يا جماعه الخير نهضروا لا فيريتي باش نسيتيو لي ريسبونسابيليتي سبورتيف ما نخرجوش من الرياضه. كيفاش انت مسؤول قطاع ياك تيوتوريز لو فوتبول كي ان سبور دو كونتاكت
tu n'autorises pas galiser les disciplines les عندهم l'objectif c'est les jeux olympiques انا par exemple qui chauffe les athlètes نعم لا موفيس بريزون شارج مصطفى اسمح لي نقطعك صراو فضائح في ريو 2016 ونفس الاشخاص راهم مازالهم في الرياضه الان وراهم في لجنه التنظيم وراهم شطر اني راي سيماه الباشا شوف اوني با لا بور ريغلي دي كونت اسمع خلينا نسيتيو لي ريسبونسابيلتي ومن بعد كل واحد يتحاسب على الافعال تاعو انا واش حبيت نقول لك اليوم ما جبنا اوكين ميداي داكور سي اخفاق رياضي بصح انا ما نلومش لي زاتليت بار اكزومبل انا كنتكلم على الاخفاق انا كوثر ماشي اخفاق سي تون اكسبيريونس بالك دو 2024 في باريس راه ميداي اولمبيك ان شاء الله الاخفاق بار اكزومبل في ليسي كي تشوف ميداي اولمبيك يخفق ماشي ميداي اولمبيك لا 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 صادير اللي تي ميداي اولمبيك اللي تي il était quand même potentiellement استفاد من امكانيات كبيره يعني هناك ما واش نقول لك هنا لازم نحوسوا علاش نحوسوا اللي كانوا قادرين يجيبوا الميداليات ما جابوش وانا هنا نفتح قوس لا ما تقولوليش بلي مخلوفين الطايو لي موايا انا ما لازمش نكذبوا ثاني على الشعب نتوقفوا نحكوا شويه على الرياضه يعني تكلمنا خرجنا بزاف من النطاق الرياضي مع كوثر الكبير اللي حضرت الالعاب الاولمبيه تحضيرات كانت تاثرت شويه يعني ما حضرتوش مليح من المستحيل تحضري الالعاب الاولمبيه يعني في 15 يوم يعني التاهل تاعنا كان تاهل هو في اخر لحظه كاليفيكاسيون زونال هي اخر شانس تكون عندك باش تكاليفيا باش تحب تكاليفيا وتحضر بيان لازم تكاليفيا بلي بوين بالكلاسمون تاعك تكون عام قبل يكون عندك الوقت باش توجد روحك باش بصح حنا ما كانش عندنا لي موان ديجا لي كومبيتيسيون ما كناش كاع نبارتيسيبيو فيهم يا لازم تكون حاضر في كاع المنافسات كيما عندنا مصر تكاليفيا وكاين تكاليفيا بار ايكيب تونس في الاختصاص تاعي بإناث تكاليفيا بار ايكيب ما نعطيو حتى كومبيتيسيون حنا ما قدرناش نديرو هاد العفسه باسكو ما قدرناش نبارتيسيبيو فيهم كاع كاش عندنا الامكانيات الكامله ديجا حنا الفوليوم تاع لونترينمون تاعنا ما يسمحناش باش نكونوا بين هاد المتاهلين بالنقاط يعني ساعتين وننافس وحده دير 8 سوايع في النهار يعني هذا الشيء راهو فارق كبير يعني فعلا ما درنا ستاج هذاك ستاج ماش حيكفيك تاع ايطاليا 5 ايام وراها تحصل في تونس 10 ايام واحد ما يسمع بك هذا الشيء يعني وراها تولي الجزائر 5 ايام تروح الالعاب الاولمبيه ويقولوا لك لازم لك ميداي هذا الشيء يعني مستحيل سنعود للحديث على النقطه والبيروقراطيه اللي حدثت قبل العاب الاولمبيه نعم واش قالت لك كوثر مشكل تاع تونس نعم واش قالت لك قالت لك باللي حصلنا 10 ايام كيفاش وزير الشباب والرياضه يخلي اون ديليغاسيون لي بريباري لي جو اولمبيك 10 ايام في تونس ما يقدرش يدخل فعلا سمحوا لي انت تو سيتي براف وابراهيميه سمحوا لي انا نعرف سولي كي دو اسومي سي لو بريزيدون اسمو محمد بيسكي لي بريزيدون دو اسومي لكن محمد ما دارش خروج اعلامي يعني ما رانيش ننتقدوا انتم راكم تتكلموا على دو 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 de responsables qui sont pas aux commandes. راهم بالك وراء السيتار مصطفى درك حنايا ما راناش انا باش نرقليو لي كونط حنا اون دو فير ان بيلون دي كونط مصطفى اون دو فير ان بيلون شوف اون دو فير ان بيلون جوست اي اوبجيكتيف انا راني مع الشيخ الا دي شوز قال لك سي المومون درك انا قلتها في ليميسيون اللي فاتت المومون درك الوزير هذا ولا حبي ينجح الوزير الجديد وان شاء الله ينجح يلاق اون اورجونس يروح لي زاسيت دو سبور بيسك كورونا هذه ما كاش لي كومبيتيسيون مي نقدر نديرو كومام لي زاسيز ولا لي زيتا جينيرو سو لو سبور فعلا مصطفى توقف عند فاصل الشهر اللي عنده يدينونسيو لازم يدينونسيو لا مافيا دون مانيير فلاغرونت ماشي 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 هكذا نعم مصطفى توقف عند فاصل اشهاري مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا سنعود بعد قليل مشاهدينا مرحبا بكم مجددا عودة إلى بلاطو برنامجكم الرياضي كنا نقيم المشاركة الجزائرية في طوكيو ومن حيث التنظيم من حيث البعثة الجزائرية كيف عاشت الأيام تاع الألعاب الأولمبية لا بأس نستمع لصرخة أخرى للمدرب المصارعة الذي تم حرمانه من التنقل إلى طوكيو كانوا المصارعين الجزائريين ليفريا أمام لنتابع ما قاله المدرب
وراه بلا مدرب. اولا نحكي معاك من 26 درت بي سي ار خرج بوزيتيف، لو 29 خرج نيجاتيف، عاود واحد لطون قال لك دوك تروح تدخل وقت تجي في كينديتاسيون، قلت كلش طونت يا وانا نعيط وانا نعيط وانا نعيط، كل واحد يقول لك انا خاطين. السكرين ترجيني راه والله حماد قال لي ما نشيلكش على الماء، قال لي ما نشيلكش البي، وانا كنت قادر نعطيك الفريمي ديجا ليك وقت عندي كلش، والكومبيتيشن تاعنا مصارعه تبدا له لوكال، قادر نروح، مين نهضر معاه يقول لك خاطين، اقسم بالله العظيم غولت ملكيه خاصه. انا واحد من الناس اني نخدم بينيفول، اني نكاري هنا في العاصمه ومدي 100 الف في النهار، اقسم بالله العظيم غنخلص 100 الف في النهار مع الفريق الوطني، عندي 8 سنين عام وثم شلط ومش لاطرين. استمعنا الى فيصل عون واللي قال بانه اللجنه الاولمبيه اصبحت ملكيه خاصه وتم حرمانه من التنقل الى طوكيو، وكان هناك متواجدين بطوكيو يعني مدربين اومني سبور يعني في عده تخصصات، يعني ما شفناش هذا الشيء من قبل سي ماهر باشا. لا يعني قلت لك واش شفنا في 2016 كانت البدايه، و2020 امبوسيبل تيماجينيها الى 10 ولا 15 تصراو نالجيري هكذا بكري، ممكن كانوا يصراو شويه حوايج صغار بتخبيه دوك عيناني. نعم، خاصه مع الخطا الذي حدث مع ملء الاستماره تاع لونجاجمون اللي غلطوا فيه وكاد يدفع الثمن تاعو سباحين جزائريين. هذه خطا من اخطاء كثيره وعديده. انا قلت لك السكوندال كيفاش استدير تيماجين من وصلنا في 2021 مدراء الفرق الوطنيه ما يتنقلوش مع الاعدائين تاعهم للالعاب الاولمبيه، مدربين وطنيين ما يتنقلوش مع الاعدائين تاعهم، مدربين شخصيين تاع الاعدائين ما يتنقلوش مع الاعدائين تاعهم الالعاب الاولمبيه. حتى كيما يروحش لونترينور بيرسونيل كيما يروحش لونترينور كوميتي اولمبيك ولا با سي كوميتي اولمبيك. كوميتي اولمبيك يقدر يدي عيونا بهذه كالكولات، ما الكالكولات والكوطا ما فيها ني كوطا نيور، عندك دراهم تقدر هذه كوثر ولا راني غلط تكوريجيني تدي معاها ان سبارينغ بارتنر تقدر تدي معها، دو سبارينغ بارتنر ولا حبيت تدي معها تروا سبارينغ بارتنر. الكوميتي اولمبيك باي فرنسا وسي راني غالط كوريجيني ايليا اون ايكيب تاع لو ساب فلوري دو معهم سبع مدربين سات اونترينور افيك اون ايكيب دو كات ولا دو تروا. نعم، كاين دي تي ان مسيو ماهر باشا حاكمين ثلث رياضات وثلث يعني ثلث عهدات ما تنحاوش. لا استدير من بعد هذيك سي انا راح دائما نرجعوا للعصابه، يعني عندك دو بون ريلاسيون مع العصابه ما عندك حتى مشكل. هذا المدرب فيصل هذا معروف عالميا، معروف من احسن مدربين في العالم تاع المصارعه، ان فري اونترينور اللي يخدم بيدي استدير سوي كي فابريك دي زاتلات. السيد كاري في الجي وخالص 100 دينار بار جور استدير شي قليل استدير شوف صوفيا نورمالمون شوف قبل ما نوصلوا للمهازل هذو سي بور سا قلت لك انا لا توتيل سي لو بروميير ريسبونسابل لا توتيل سي خالدي كان عليه يدير ان كوميتي دورغانيزاسيون مع لي جو الكوميتي اولمبيك يخدموا اي بريباريو سور تو لي بلون سور بلون تكنيك سور بلون لوجيستيك سور بلون ادمنستراتيف باش ما نعيشوش الفضائح هذو. فهمت المليون كي نشوف انايا يطيحوا كاع، اسمح لي يطيحوا كاع على سليمة سواكري. الوغ سليمة سواكري كي جات للوزاره صابت غير 14 اتليت كي تي كاليفي، وانا سمعت كاين دي زاتليت كي قال لك ال اي سي دو ريغلي لي بروبليم تاعهم سوسيو كيما المصارع اللي فراج اللي قال لك عيطت الوالي تاع وهران باش يعطي له شقه ان ابارتمون دونك ال اي سي هي طومبيو. علاش نتاحوا غير عليها؟ سي با جوست هاوليك حنايا التهرب من المسؤوليه كيما قال لك كاين العصابه ما نكريتيكيوهمش مين كريتيكيو لي كي اون ايسيي دو ترافاي. ماشي استمع لما قاله المبارز هروي في مطار هواري بومدين، قال تصريحات قويه نتابعها في ميكروفون زميل رضوان مهداوي. On a fait le maximum de nous-mêmes, malgré le peu de moyens qu'on avait. Comme tu vois, la salle d'escrime était fermée, elle était complètement fermée.
يقولك على جال كوفيد ولا على جال اون اور نوتر بروبليم هذا سي با نوتر بروبليم حنا اولمبيك كوم فو سافي سا سي بريبار اون 4 اون سا سي بريبار با اون ان موا ولا ان اون با دي شوفو فيك يقولك يدوموندي كلو امبوسيبل سي تي دي ريغلومون دو كونت سي كوم لا مافيا سي نو لو سبور سي لا مافيا اون اجيري اون غالا فريمون بار رابور ا سا انا ضر واقع ما واش من سانكسيون انا ما ولا ما قلت حتى عفسه تضرب بنادم انا بالعكس انا نتمنى ان شاء الله هذا يكون حافز للجزائر وليزات الجزائريين ولا ديريجون شغال باش يمدوا لنا لي مويان ولا جي بروبليم افيك بيرسون. استمعنا لهلوي مبارز المنتخب الوطني واكد ما قلناه منذ قليل، قال انه هناك مافيا في حكم السبور في الجزائر، اكد ما قلناه منذ قليل يعني ما سيد ماهر باش ما هو تعليق؟ سيتون رياليتي معروفه من طرف الجميع. هذا ما كان باش نرجع للمسؤوليه لا لوجيك دو ريسبونسابل الرئيس السابق سيد علي خالدي ورئيس اللجنه الاولمبيه وزير السابق ورئيس اللجنه الاولمبيه سيد حماد هذوما المسؤولين باسكو زون بريباري لو ديبلاسمون لا بريباراسيون اي ميم سنه من قبل اون فيرمون لي ستاند ستادي بطريقه شكون نورمال رجع كل شيء نورمال ليكيبون باد غام تاع ما عنده حتى الناس يضحكوا علينا نورمال يروحوا 40 ساعه نورمال تغلق لي ستاند انا وزير نورمال رجع كل شيء نورمال الشيخ الشيخ انا وزير جو برون لو سيكتور انا لا موندر دي شوز نجيب البريزيدون دو كوميتي اولمبيك نقولو كيفاش لازم باش بريباريو لي جو اولمبيك باش نديرو نتائج مشرفه هذا هو لوبجيكتيف تاع لا تيتيل ما كاينش تخطيط مصطفى ما كاينش تخطيط ما كاينش جوستومون الوغ ا بارتير دو لا يبانو لي زانتونسيون بداو من الديبي انا نقول لك نتحمل المسؤوليه تاعي ولا غير جيتي ديسو انا دفعت لي زوتر ديسيبلين امام الله امام التاريخ كيفاش الفوتبول ان سبور دو كونتاكت tu as mis les moyens عطيت لهم لوتوريزاسيون باش يلعبوا الشامبيونا كي برودوي ريان الوغ عندنا مصطفى يجي نظر كره القدم يدي حصه الاسد يجي الاتحاديات الاخرى من في سبونسور نعم. من في سبونسور دو سيسي بركات نعم. بركات نروحوا لي جو اولمبيك انا سبونسور اوليو يروحوا الفوتبول دراهم يروحوا لي جو اولمبيك علاش 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 لي زاتليت نديهم 40 اور باش نوصل طوكيو الوغ جي لي مويان دو بي ان افيون سبيسيال 10 سوايع يجيبوها في طوكيو نعم. سي با نورمال بلال يقدر يمد الراي تاعو اللي راه في التيران ويقدر يتيموني على نقص الامكانيات في الاتحاديه تاع المبارزه يعني كان نتكلم الشيخ قبل كان هي عندك 4 سنين المونديال اولمبيك يعطوا لها اسمها عهده اولمبيه كل عهده اولمبيه يقعدوا الاتحاديات مع الوزاره ويديروا كونترا دوبجيكتيف يعطوا له كونترا دوبجيكتيف على المدى البعيد صحيح واش فيه كونترا دوبجيكتيف هذا فيه يقول لك انا زعما باش نحقق هذه النتيجه واش لازم لي فهمت هذا كونترا دوبجيكتيف حنا من كاتحاد المبارزه حنا مرنا ما قلنا لهم بلي رايحين طوكيو ناخذوا ميداليا داير حنا في طوكيو لوبجيكتيف تاعنا الاوليه كنا نكاليفيو زوج حتى كاليفينا باربعه استمرنا فوق لي برونونسيك هما على حساب اللي كنت تحكي على الامكانيات هي باش الناس تعرف كاين رياضات تداو امكانيات يعني الشعب الجزائري من حقه يحاسب الرياضات اللي عندهم امكانيات كيف ما جابوش نتائج لكن الرياضات كان معروفه اللي ما خدات الامكانيات وراحت لطوكيو كما يقولوا راهي بونوس ماشي معناتها راهي بونوس ما راهي هكذا سمحنا دوكا باريس 2024 راهي غدوه ان شاء الله انا كمدير تقني نقدر دوكا نعطيك بلانيفيكاسيون تاع 2024 باش كوتر بالكبير يا تدي ميدال يا تلحق لها ابيبري سما مشي البلانيفيكاسيون مشي بسا وراه هي لازم الامكانيات يتبعوا البلانيفيكاسيون وفعلا يا لا فولونتي بوليتيك انا اسمح لي برك هذه الالعاب الاولمبيه مصطفى كيتكلم سي امبورطون كيتكلم سي امبورطون على لي كونتر اوبجيكتيف كي تكون لا فولونتي بوليتيك tu vas dire faire ainsi le développement de toutes les disciplines qui fait chez le football quels les objets les contrats objectifs qui a coûté à des centaines de milliards ma cash le football le fiasco n'a-t-il le dirham bla contrat d'objectif انا اللي سكلي مسكين ما عندوش لي moyens نقولوا لا تجيب لي ميداي نعطيك مليار ولا ما تجيب ليش لا ميداي ما تمسك حتى دورو c'est pas comme ça qu'on développe le sport n'a-t-il le budget وكاين حدث مهم وجاي مصطفى هو العاب في وهران اللي يفصلنا عنها 10 اشهر تقريبا كوتر بالكبير يجب البدء في تحضير منذ الان يعني يجب الانطلاق في التحضيرات ما قعدش الوقت يعني 10 اشهر هي راهي قصيره بزاف
يعني احنا بداو في سبتمبر بريباراسيون فيزيك لازم كاع نشاركوا في المشاركه تاعنا في البطولات باش اون نكونوا بري على بالنا بلي 10 شهور راهي بزاف صغيره يعني مش حد كفي ما حنا حنسيو يعني حنا مدوكا واش عندنا باش نشرفوا الجزائر ان شاء الله على بالنا احنا في المبارزه عاب بنت تكون صعيبه باسكو الدول اللي حتشارك فيها هي اللي تمتيز الاسكريم نعم لا فرنسا ايطاليا نعم خاصه ان هناك مشاركه فرنسا يعني دول معروفه بتقاليدها في المبارزه يعني نستمع لما قاله مدرب المنتخب الوطني برناوي نسيم في ميكروفون حياه دائما يعني تقنيا هو انه صحيح ما زلنا بعد في المستوى كنا بعيد بعد كثير خاصه من جانب النسق من جانب الريتم الشيء اللي فطنا انه حتى الدخول كان صعب في المنافسه في المنازله كان يطلب انه يمر شوط باش حتى نقدروا نوزنوا التنسيق مباشره اتفقنا انه يعني كنا ناقصين تحضير بزاف يجب أنا يعني استرجاع التأخر لأنه شفنا يعني أبطال عالميين وأبطال أولمبيين خرجوا في الأدوار الأولى كانت هناك مفاجآت كبيرة في عدة اختصاصات يعني ممكن تدارك الفرق. ثانيا تحسين يعني ترتيب وتصنيف الرياضيين الجزائريين ومشاركة في مختلف كؤوس العالم حتى يقبلون على تصفيات يعني سواء البحر الأبيض المتوسط أو الألعاب الأولمبية القادمة حتى نكونوا في مراكز أحسن ويسمح لنا أن نحضروا أحسن ونكونوا يعني أحسن في مراتب حتى ما نكونوش مع الأقوياء في العالم ونقصوا من الأدوار الأولى. تابعنا تصريح مدرب المنتخب الوطني للمبارزة سيد ماهور باشا تكلم على معاناة الرياضيين تاعنا بدنيا هل هو من بين الأسباب يعني تاع الإخفاق؟ شوف يعني باش تكونوا صرحاء ونكون لازم نعقلوا شوية ثاني إن ياكو كات فيديراسيون فيها أربع رياضات في الجزائر ألعاب القوى ملاكمة جيدو إلى لوت هادو هما لي كات لازم نحاسبوهم باسكو هادو سيدي هادو اتحاديات اللي عندهم انا دابور دي تراديسيون عندنا تاريخ وعندنا رياضيين اللي كان من ممكن يحصلوا على ميداليات. لماذا ما جابوش ميداليات؟ كل اتحاد راح عنده مشاكل اظن شخصيه. لي زوتر سبور ليسكريم لو تير السباحه هادو لازم نفرحوا كي يكونوا عندنا ممثلين. سي دي سبور difficile qui demande beaucoup de moyens les imkaniyat malheureusement هاد هاد ولادنا هادو اللي بعثناهم من طوكيو sans moyens بدون سلاح ما عطيناهمش ميم با سلاح باش يروحوا يحاربوا هادو سي دي جون كي راهم يكتبوا في التاريخ تاع الرياضات تاعهم كيما حنا في السبعينات كانوا عداء تاع لعب قوي يروحوا للالعاب الاولمبيه بريميتور ليمي مي عام يجيب عام اولمبياد بعد اولمبياد يعني المشاركة في الألعاب الأولمبية 72 68 76 80 خلونا تكون عندنا يعني قاعدة اون باز بور فورمي دي زاتيت انا امون افي اون بو كريتيكي الاتليتيزم لو جودو لا بوكس لا لوت مي عيب وعار نكريتيكي الاسكريم لو تير الكانوي كاياك ولا التجديف لكن نائب رئيس اللجنة الأولمبية سيد ياسين لوعيل هو رئيس الاتحادية تاع لعب القوى رد كلش في لابونديمي وفي جائحة كورونا حصل الإخفاق في هذه القضية يستمع للمقالة يقول لك الكوميتي أولمبيك ما عنده حتى دخل لا من قريب ولا من بعيد في التحضير يعاون بلي بورس تاع سي يو وتاع لاكنوا ويعاون كي لا لا والله الله على كل حال انا هضرت على الهضره هذه اللي راهي كل اربع سنين تتعاود وتوجو لا ما لو كان تجبد الهضره تاعك ولا تاع لي بلاطو نتا عندها اربع سنين كيما هاد اليامات فوق لي بلاطو هم داز كاع ولات خبراء وكاع ولاو يهضروا كاع ولا شوف ننساو هذه ما كل اربع سنين دائما نفس الحكايه ونفس الاخر وما مش عارف اخفاق قدامنا والاخر اخفاق هاو اهضر مع اي لاعب قول له راه موش مغبون مسكين علاش باسكو ما جاب حتى حاجه مسكين. ما هو تعليقك مصطفى معزوزي؟ قال السبب الاخفاق هو جائحه كورونا. هل اقنعك في حاجه تهرب على المسؤوليه؟ كي تكون رئيس فيدراليه لازم انت تعطي المثال تو دوا اسومي ليشيك تاع الرياضه تاعك اللي خفقت. رانا نشوفوا هذا التهرب من المسؤوليه ماشي مليح سي با كوم سا كوريغ هو سي فري خاصه كي يكون عندك الامكانيات مصطفى. اسمع انا فكرني هذا كي شفتو درك فكرني في احد عوامل الاخفاق هما على بالك لو رونوفالمون دي زانستون سبورتيف صاروا كوارث فعلا هذا تاع لا فيديراسيون il devait pas être بالك ils ont annulé des élections في وقت خالدي شفنا المهازل شفنا دي زيليكسيون كي اون ايتي انولي اليوم
لا ريسبونسابيليتي ولا لا سي فري كاين ريسبونسابيليتي انديريكت كاين دي زاتليت انا كيما فليسي بار اكزومبل كيما لي جودوكا كيما كاين سيرتان سبورتيف كانوا قادرين يديروا مجهود اكثر نعطيك مثال كي تشوف المصارعه تاع سوريا يعني حتى في لي ريزو سوسيو راهو ما عندوش مي با صباط جاب ميداليه برونزيه للبلد تاعو ان بي اون بلان غير دونك هنا ثاني هذا البروبليم تاع اون فا با سكاشي ديرير البروبليم تاع لي مويا نعم تاع لي مويا تاع جائحه كورونا شحنا اون 84 نشفى كنت صغير نشفى مصطفى موسى الا غانيا فيك ارم زاوي ثاني الى جاب افيك ان وما كانوش يتكلموا على الدراهم ولا فهمتني تكلموا على سمعنا نتكلم على لي بورس سا نونبيش با كي تسمع الرياضيين لي بورس تاع لي زاتليت 800 دولار وما يوصلوش لي زاتليت ولا غير هذه مهزله نعم بلال ما هو تعليقك على لي بورس نعم حنا كاتحاديه جزائريه مبارزه ما تلقينا حتى بورس صح عمرنا دي فورمولار وكلمونا ثلاث خطرات لاربع خطرات ما تلاقينا حتى بوس ما قحت الالعاب الاولمبيه جازت وكملت وما تلاقيناهمش هي اللي بورس هذوما هما تاع سوليداريتي اولمبيك تاع سي او سوليداريتي اولمبيك بس تعاون بهم لي بي افريكا لي بي عرب تعاون بهم باش يعاونوا لي زاتليت اولمبيان تاع هي كوما سا سباس تعمر لي تعمر دي فورمولار ودير دي بريفيزيون زعما تو با فير سيت كومبيتيسيون ولا هادي ولا هما يعطوك سيت بورس وديبونسي جيستي فيها مي حنايا حكي على المبارزه ما تلقيناهاش ما لا لاكنوا لا سيو ما تلقينا حتى بورس انا حبيت نطرح سؤال اذا سمحت ايماجينو كتوفيق مخلوفي جاب ميداي يشارك وتريكي جاب ميداي وفليسي جاب ميداي وروميسا جابت ميداي وكوثر جابت ميداي هل ترى في الايروبور ما يجي حتى واحد يقول لك احنا ماش مسؤولين يجيب يعني في رايك يعني استدير غير ايماجيني وبرك استدير واحد ما يجي يجي الشوفير تاع البيس تاع هذاك باش يديهم الفندق ويروحوا اسمع حتى مسؤول ما يجي واللي يتكلم معاه تقول يعطيك صح يقول لك لا انا خاطي والله ماني مسؤول سكو صاي يعني رانا هذه مهزله الهروب من المسؤوليه هذا 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 يعطينا صوره باللي رانا وصلنا استدير خلاص ما نقدرش نزيدوا نظن نهبطوا اكثر من هذا نعم وياسر تريكي كان قاب قوسين او ادنى من الصعود الى البوديوم كان اللي تي تو بري دو بوديوم حقق توقيت او عفوا قفزه قدرت ب 17 متر فاصل 43 سيت ان ريكور ريكور ثاني عرب وافريكان حطم الرقم الشخصي تاعو نعم حطم الرقم الشخصي تاعو رقم الجزائر حطمو كثر من مرات نعم. لا سي تاع بيرفورمانس دو نيفو مونديال نعم عطيني يعني الصور مع المخرج دخل علقنا عليها دخل في توب 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 5 مونديال تريكي سي بون فراها سي ان اتليت ا شاك كومبيتيسيون با نو ريبريزونتي دينيومون اظن ما نظنش راح يكون عندهم ان شاء الله ما يكونوش عندهم مشاكل ان شاء الله ما تصوروش كيما بوراد ان شاء الله ما يكونوش عندهم مشاكل باش تحصل على سون بيجي باش يحضر روحو للبطوله العالميه السنه القادمه ما بقى لها والو والالعاب البحر الابيض المتوسط لا راح يقوموا في وهران ان شاء الله سمح لي برك تريكي سيليكسيون سمح لي انا سي جيتي لو نوفو مينيستر هذا باش كاين امباريم تاع لي ميداي قسم العظمة ميم سي ما جابش انا نعتبرها ميداليه برونزيه باش نشجعوا نوري له بلي كسلطات راهم مع الرياضيين اللي يمثلوا الجزائر باسكو هذا الى سور كلاسي دي زاتليت دو رونومي مونديال دونك هذا لازم جوست يولي اون دو لو بروندر اون شارج نعم باش ما يخسروش باسكو لا ديسيبسيون ديكوراج لاتليت هكذا شيخ فعلا تريكي يجب توفير له الامكانيات مثله مثل كامل الرياضيين وكان اليوم عودت المنتخب الوطني لألعاب القوى كان هناك رياضيين عندنا الصور نعم بمطار ولي بومدين كاميرا الحياة كانت حاضرة كانوا رياضيين اللي كانوا كونفيني مسيو مهر باشا كانوا تلقوا صعوبات كثيرة كانوا ديكا كونتاكت تاع الكوفيد وهم لك حتحات وأيضا سجاتي كان من الصعب يعني تحقيق نتائج ايجابيه في الالعاب سجاتي كان انا سي تي اني بريسون سي مون سنتيمون سجاتي كان ممكن يروح للدور النهائي وكان عنده الامكانيات سورتو كي شنا دوك لا كورس كيفاش تندرت لا فينال كانت عنده امكانيات باش يحصل على الاقل
باش يكون parmi les 5 premiers تقول لي سي يسر موسي لكن نهضر كون طونك تيكنيسيان واعي يعني مالوريزمون ايتي هو كان عنده الكوفيد حتى صديقه ما كانش عنده الكوفيد مي رايتي كونسيديري كوم كا كونتاكت وفي اثنين يعني ما شاركوا ما شافوا طوكيو ما دخلوا الفيراج اولمبيك ما انتو طلع كاف العاب القوه 4 بداني 5 فرالت 6 الى سيكا انتو كان ثاني المصارع هذا فرالت بون سي دي شوز كي عيب ماناش حنا برك الجزائر كي عيب ديك كونتاكت فرالت كي نشوفوا الميداليه البرونزيه تاع المصارع السوري في رفع الاثقال هكذا لاتيروفيلي كان لو شيف لو شيف تاعو الرقم تاعو احسن من هذا تاع سوريا فعلا ما سمعناش كوتر ما حكتناش كيفاش كانت الامور يعني في القريه الاولمبيه في طوكيو كان هناك بروتوكول صحي صارم على ليزاتليت اللي كانوا متواجدين تما يعني كان عندنا كل يوم ندوزو تيست انا عشيه كان عندنا كل يوم ما تعطيهش وقبل الكومبيتيسيون تاعك لازم دير ان تيست وتبعتو للبوغاتوار صباح وقبل ديبار تاعك دير بي سي ار ويعني كانت اوبليج عليك لابافيت تدخل تاكل ومام في وين ناكلو عندك وين نقعدو سيباري كل واحد سيباري لازم دير قفازات لازم يعني كانت كانوا يحافظوا على التباعد على كلش جيد نختم مع لامي معطوب نعم التي ستدخل غدا المنافسة آخر أمل للجزائر في الكاراتي ما هي توقعاتكم هل بإمكانها أن تنقذ المشاركة الجزائرية في طوكيو مصطفى كاراتي كانت دارت نتائج في شامبيونا مونديال كانت دارت بوديوم شبونس هل لديها دي شانس راح تحت مجموعة كاين صينية كاين سويسرية كاين ايراني ايضا شخصيا خاطينا الرياضه يا ما نقدر نعطيك حتى راي يعني هكذا ان شاء الله تروح لماكسيموم دو سكيل بو كل شيء ممكن احنا كمدربين دائما نقولوا كل شيء ممكن ما نحقروهاش لكن لو فات كو وصلت ديجا لي جوز اولمبيك سي توني ميغري هي مغتربه راهي بوكو دو كوراج خاصه لما كانت الجائحه في فرنسا وكل شيء كونفيني تبعت شويه حكايتها راهي بوكو دو كوراج وكانت تدرب وحدها في المنزل تاعها ما كانش كل القاعات في فرنسا كانت مسكره جو بونس ديجا سي ان اكسبلوا كو راهي حاضره تما elle va profiter pour apprendre وان شاء الله ان شاء الله تروح لو بلو لوان بوسيبل فوالا سكو نتمنى ذلك نعم الوقت يداهمنا وصلنا الى ختام البرنامج الشكر موصول لكل من ساهم في اعداده الشكر للضيوف كوثر محمد بالكبير اصغر مشاركه في الاولمبياد في الوفد الجزائري في اختصاص مبارزه شكرا جزيلا لك العفو يعني شرفني نكون بحضور في هذا البلاطو مع الضيوف تاعنا شكرا ما هي الاهداف تاعك المستقبليه على مستوى يعني المشوار تاعك الرياضي يعني تحسين الترتيب تاعي ان شاء الله ندخل في توب 6 على شلالا باش هكا نقدر نتاهل الاولمبياد بلا ما نجوز على زونال ونحقق نتائج افريقيه ان شاء الله شكرا بالتوفيق كوثر بالكبير الشكر لمدرب المنتخب الوطني للعب القوى سيد ماهر باشا شكرا جزيلا ما قدمته نلتقي في مواعيد اخرى نعم اشكر ايضا بلال هادي لوديتيان تاع المنتخب الوطني للمبارزه شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم شكرا لكم ونتمنى الحصه الجايه الفرصه الجايه نجوا نحكيوا على الرياضه وما نحكوش على المشاكل تاع الرياضه ان شاء الله فعلا نتمنى ذلك مصطفى المعزوزي ايضا اشكرك للتحاليل التي قدمتها اليوم لازم اليوم اون دو تيري لي زونسيينمون تاع هذا ليشيك كما قلت لك الوزير الجديد يدوا بروندر لو دوسي اون شارج نروحوا لي زاسيز نعاودوا نهيكلوا كاع الرياضه من جديد وان شاء الله من 2024 ان شاء الله ما نتكلموش على الاخفاقات نتكلموا على الانجازات ونجيو للبلاطو هذا ان شاء الله ونتباهوا بالميداليات الذهبيه والفضيه نتمنى ذلك نتمنى ذلك مصطفى شكرا موصول الى مشاهدين الحياه تي في نشكركم على حسن المتابعه نلتقي في مواعيد رياضيه قادمة لديكم الحين ابقوا أوفياء لبرامج الحياة تي في وإلى اللقاء